السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الباحثين من طلبة الدراسات العليا، هذا فيديو قصير راح نتكلم فيه. احنا سبق وتناولنا موضوع ان شلون اني احمل البيانات، احدد البروبرتيز الخاص بها وانطيها داونلود. من مجرد ما اقول له سيرش راح تطلع لي هاي البيانات هاي لكل متغير مناخي. نجي احد يسأل يقول ايش قد هو، يعني راح يصير عنوان هذا الفيديو هو نمبر او نمبر اوف يير بريدكتد باي جنرال سيركيليشن موديل كابلد موديل انتر كونفرجن بروجكت 6. ايش قد عدد السنوات اللي مخمنها كماضي وزائد مستقبل زائد بريزنت زائد مستقبل. انت تلقائيا من راح تحملها، طبعا طريقه التحميل راح اعلمك اياها في فيديو واحده. هسه مجرد اشوفك الليستات مال الفايلات الخاصه بالسنوات. بعد ما تطلع لك هاي الملفات الخاصة، احنا قلنا نختار ما دام جلوبال جلوبال كلايمت تشينج، فنختار R1I1B1F1 هاي الصيغة الخاصة بالميت داتا سيت بالفورمات. نجي هنا تروح على هذا الخيار ليست فايل، مجرد ما تضغط عليه راح يعطيك السنوات اللي هو حاسب لك اياها، هاي بالماضي بالباست 2015. تقدر تحمل، عندك عدة طرق تحمل بيها الفايل اللي هو ال HTTP ال OpenADB والجلوبال داونلود تحمل التحميل الكلي. بعدين ثاني سنة قلنا نعطيك الحد 2040، اللي بعده من 2040 ل 2065، اللي بعده لحد 2090، تمام، يعني الى 2100. هو هالشكل تكون التحميلات اللي خاصة به. وكذلك بالنسبة للفايل الثاني اللي هو الخاص بالتمبرتشر المينيموم، ايضا تدخل على التي ليست راح تلقاه كذلك مسوي لك على نفس الخيارات، وبالتالي على اللي بعده ايضا نفس الخيارات. فضروري تتابعون على هذا الموضوع، لان يعني انه موضوع البيانات وين راح نلقاها كم سنه اختيار من هذا الخيار. حبيت اسوي فيديو واحده حتى يكون مميز ويظهر للكل. عنوانه راح يكون النمبر اوف يير بريدكتد باي جنرال سيركيليشن موديل ان كابلد موديل انتر كونفرجن بروجكت. اذا عندك اي سؤال او استفسار خاص بالسنوات وعدد التحميل مالتها تقدر تراسلنا بالقناة إن شاء الله. بالنسبة لطريقة التحميل راح نسوي لها فيديو خاص بها، شلون أنا أحمل بأي طريقة وأحوله إلى أكسل شيت. نلتقي بكم إن شاء الله بالفيديو القادم. دمتم بأمان الله وحفظه.